شهيرات مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حالة طرد جدلية بطلها ديكلان رايز لاعب وسط الجانرز، ولاعب أرسنال أمام برايتون في استاد الإمارات زور اليوم السبت في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. مشاركة الدقيقة 49 من عمر المباراة، تعرض ديكلان رايز لاعب أرسنال للطرد بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية وسط اعتراضات كبيرة من جانب الجانرز، وجاء الطرد بعدما قام رايز ببعير الكرة من أمام لاعب برايتون أثناء تنفيذ ركلة حرة في منتصف ملعب الفريق الضيف، ليقوم الأخير بركل رايس الذي سقط على الأرض، وأصبحت تلك البطاقة الحمراء الأولى لرايس في البريمير ليج بعد 245 مباراة لعبها في المسابقة. وخرجت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتفسر سبب طرد ديكلان رايس، مشيرة إلى أنه كان بسبب تعطيل اللاعب. وقال الحساب الرسمي لرابطة بريمير ليج، أشار الحكم بالبطاقة الصفراء الثانية لديكلان رايس بسبب تأخير استئناف اللاعب. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو، ما تنساش تشترك في قناة زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لنصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.